شوفوا الزربة الموالية ديال العلام رقم 7 ديال الجمهور الجيش ديال الجمهور ما غري على التعليق ما بقاش هي انا نقول للسي بن واضح اذا عرض هذا بالفعل لان هذه العروض الاخيره تتبقى في الذاكره تتبقى في التاريخ تتبقى في السجل الذهبي ديال جماعه بني خلف المشرفه على تنظيم هذا العرس اذا السي بن واضح احد اعضاء المجلس اذا في هذه الطلقه تحيه للمجلس الجماعي لجماعه بني خلف تحيه للاعضاء وعضوات المجلس تحية في شخص الرئيس الحاج الصحراوي بوطويل إذن كل إخوان البردية اليوم اللي حضروا معنا متعوا الجمهور أعطونا قوة كبيرة أعطونا شحنة كبيرة للجمهور باش يبقى صامد معنا على جنبات المحرك باش يبقى صامد معنا في الخيمة الرسمية باش يبقى متبع معنا التوردة ما يمكنش نسمحوا بحال هاد الصرمات ما يمكنش نتخلاو على بحال هاد الطلقات هادو بحال هاد العروض هادو إذن هذا هو حديثنا الليلة على هاد العروض وعلى هاد الطلقات الأخيرة من هاد السلسلة الأخيرة في هاد اليوم ديال السبت تنحيي كل إخوان اللي صامدين معنا يا سلام والعاشق المصري لي والله يصلي عليك يا رسول الله والله يصلي عليك يا رسول الله والله يصلي عليك يا رسول الله يا جنبي اذا الاتفاق ديال الجمهور والغوط ديال الجمهور ما غري على يعني التعليق اذا ما بقاش هي انا نقول للسي بن واضح اذا عرض هذا بالفعل لان هذه العروض الاخيره تتبقى في الذاكره تتبقى في التاريخ تتبقى في السجل الذهبي ديال جماعه بني خلف المشرفه على تنظيم هذا العرس. انا المقدم شرقاوي كنيه ديالي صار ووارثها من اب على جد وهادشي ملي تزدنا تنعيشوا فيه تزدنا صناه تنعيشوا فيه زدنا صنا الخيول وصلنا العودات كيفاش كنقولوا وهذا والخيام بكري دابا الحمد لله تقدم الوقت وكذا ولا الوثاقات ولا الحديد ولا كذا الحمد لله الامور تحسنت ومشينا للخارج وانا من الجاليه والحمد لله خيرات الحمد لله ديما راينا من اوروبا وجينا للبلاد واستثمرنا في البلاد والحمد لله كل شيء زين والامور كلها زينه الحمد لله وهذا الشيء اللي غادي نقول وهذا الاخوان راه كاين من اعلى وكاين الناس من مراكش من جديده من الدار البيضاء راه كل قبيله منها جوج ثلاثه اربعه والحمد لله كنتلاقاو وكنتفاهموا وكنمشيو من موسم لموسم وكندوكزو هاد العطله الصيفيه العواض باش نمشيو نتبحرو كنمشيو مولعين حنا بال الهوايه ديالنا ما كنمشيو لا البحر لا الهوايه ديالنا والبحر ديالنا وهذا هو هي هاد الهوايه والحمد لله تنفتخروا بها ورياضه وبغينا نخليوها لاولادنا ونعلموا اولادنا ونخليوها تاريخ حتى حنا لاولاد اولادنا وهذا هو مغرب مغربنا ملك الله ينصرو والمغرب الحمد لله راه غادي بتقدم وكل شيء زين وبالنسبه لصحاب الجاليه هي واقفه معنا هنا ومن نهار بدا الموسم وهي معنا وتنشكروها بزاف وبالنسبه لنا عضو في الجماعه ديال بني خلف الامور راه حتى هي مزيانه والدعم جا من الجهه والامور ومساندنا الرئيس طاو الله ينصرو وكاين جميع الطاقم كاين الدرك الملكي كاين القوات المساعده كاين جميع من الوقايه المدنيه والحمد لله وهذا الشيء راه زين وفرحانين به بزاف والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا قولوا عسى الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك بالله يا مريم حافظ ربي ونكحل خيل وحفيظ
شكرا شكرا. يا رب امين. الله يحفظكم في بعضياتكم، الله يجعلكم راجل واحد، قلب واحد، الله يجعل اللي تقدم يوسف وزول، الله يجعل بركه الشرقاء معك سيدي وراكم قدامك، وراكم العز وزول طاع، وهذا الرجال الله يجيبهم معك في الصواب، الله يجيبهم معك في الصواب، الله يحفظ الجميع، وراكم العز وزول طاع، الله يحفظكم في بعضياتكم، الله يحفظكم في بعضياتكم، وتركبوا وتعجبوا وتنزلوا وتعجبوا، الله يحفظ الركاب، الله يحفظ الخيول، والله ينصر سيدنا عاش الملك، عاش الملك، الله يحفظ سيدنا، والله يحفظ ولاد الشعب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واللهم صل استمعوا لأذان صلاة الظهر، إذا تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعم بركة الله، ونشوفوا السرى الموالية، ولكل 21 يامول محمد، يا راس يامول، تكل الله. جميع الجماعة ثاني خير، تشكر كاع الحكام الرقمي الجماعي، وشكرا وشكرا للجالية، الله ينصر سيدنا. شعلوا لي الكاميرات ديالكم يلا الفراجة. إذا بالفعل المستوى كان معنا السي الغمشاوي اليوم، وبهذه الطلقة، إذا الطلقة المتميزة، يحيي الجمهور ويحيي عشاق التوريدة ويحيي جمهور بن خلف ويحيي جمهور الهضبة الفوسفاطية.